للتغذية معنا نسرين زميتري أخصائية التغذية. صباح الخير نسرين. صباح النور. شنحويلك سافا؟ دونك نسرين اليوم اختارت باش تحكي لنا على البيتراف. دونك فوائد البيتراف فما عباد ما ياكلوهاش، احنا دونك قلنا اليوم خلينا نفيقوهم اللي هي راهي عندها برشا فوائد ومنافع، ونعطيوهم سورتو الافكار باش يطيبوا البيتراف هذايا في باتش كوكينغ. باتش كوكينغ. اي قلت الوغ اليوم اخترنا البيتراف. ألفة تاع البيتراف احنا في تونس ماهوش من عاداتنا وما نطيبوش به جمله واحده، اباغ انه يتحط في السلطه ودايوغ يتاكل طايب، يعني يقصوه دي كوب ويصمتو ويزينوا به بلوتو، يحسوه ديكوراتيف اكثر من انه باش ناكلوه. وحتى المنفعه ما نتصور برشا ما يعرفوش منفعته اللي اليوم انا باش نحكي عليها ان شاء الله. والا يستعملوا اللون نتاعو معروف في النسال يتعمل شعرها بالحنه، تصمتك البيتراف والا تنفخوا في الماء اللون هذاك تدردر بيه الحنه وتعمل شعرها. معروف تو برشا نساء اللي يقول لك ياسر اللون يعطيه مزيان برشا، يعطي يعني كلا للشعر ديجا اصلا حتى المنفعته حتى لوكال نقولوا احنا مش حتى يتاكل. البيتخافك اللون نتاعو هذاك اللي هو تخي روماركابل اللي بالحق ما تلقاهاش في خضره اخرى، تو الفلفل واحمر وطماطم حمراء وسفنيريا اورانجي والبرتقال كي تنفخهم في الماء ما يخرجش اللون. اي ما هي باغ الخضره لا بيتخاف الفيل اكسبسيون اللون نتاعها هو دايوغ مش حتى تنفخه حتى يديك مبلوله تشده يخلي لك لي تراس نتاع الكولور هذيك. الكولور هذيك مش هكاك معموله راهو في لا شيء، بالعكس عندها منفعه كبيره في وسطها البيغمون اللي هو البيتانين. يقول قايل شنو هي هذيا البيتانين؟ هو بالحق كي نقول بيتراف نقول اما مرض السرطان اي سورتو نتاع تيوب ديجستيف سواء المصارن ولا المعده ولا الكبده. دونك اللون نتاعو هذا مهم برشا. شنو اللي يعمل؟ انه يكسر الخليه السرطانيه وميم طوم ما يخليش الملتيبليكاسيون والبروليفيراسيون نتاع الخليه السرطانيه، يعني ما يخليهاش تكثر. ديجا هذيا المنفعه الكبيره للعباد اللي ان شاء الله ربي يشفيهم اللي عنده مرض السرطان، يخليه يستعمل كل يوم بيتراف، يستعملوا في الغوسيت نتاعو. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم منواع نتاع لي غوسيت. وحتى اللي عنده شكون في العائله عنده مرض السرطان ما فيها بس حتى سي بريفونتيف اوسي نستعملو. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية كي نقول بيتراف نقول سبور زادا كيف كيف. لي سبورتيف اليوم يسمعوني استعملوا البيتراف على الأخر سورتو سو فورم دو سموثي، يعني يبدا ني ما نحبكمش تطيبوه خاطر فيه برشا دي فيتامين. كي نقول البيتراف نقول لك اللون الأحمر نقول دي فيتامين، نقول أنتي أوكسيدون زادا كيف كيف. نقول الألياف، تعرفوا اللي فيه برشا ألياف في وسط البوتاسيوم نيترات هذوما الكل باش نحكي عليهم. بالنسبة لي سبورتيف عليه خليني نحل قوس صغير نفسر لهم. البيتراف في وسط النيترات اللي هو يتحول في البدن يولي نيتريت وبعد يتحول مونوكسيد دازوت. لي سبورتيف علاش يستعملوه؟ على خاطر ما يخليش الميوسكل كي يبدا يخدم الميوسكل فوالا اون اكتيفيتي ما يستحقش برشا اكسجين، يعني تولي فما اندورانس قويه للعبد اللي يستعمل البيتراف، ما يخلي نفس السفل نتاعو كل يبدا ما يبداش يلهث ياسر. دونك سي اكوز دو بيتراف. لي سبورتيف شنو اللي يعملوا قبل سيرتو العباد اللي يبداو عندهم دي كومبيتيسيون لي سبورتيف كومبيتيتيف يستعملوا كيما نقولوا 10 ايام قبل كل يوم يستعملوا سموثي كل يوم صباح ياخذوا مع البتيداج اي سورتو نهار الكومبيتيسيون 2 اور افون ياخذوا اك سموثي هذاك باش يعطيه اندورانس. طبعا نعطيو تدخلكم في الافكار تاع الدوباج دوباج ناتشوريل ما هو لا بالضبط ناتشوريل هذيا. دونك بعديك نعطيو الغوسيت نتاعو سموثي اللي هو اخر تحب نعطيها تويكا اونتخ تون كيف كيف مثل شيء. السموثي هذيا ناخذوا البيتراف نتاعنا ناخذوا كيما نقولوا كعبه باهيه ولا كعبتين صغيرات، ناخذوا معاهم فرامبواز ابوبخي ما يقارب من تحكيت 30 غرام فرامبواز ونحطوا معاهم ورقات نعناع ومعاهم الماء ونحطوا نرحيوهم في البلندر وكهو هذاك هو نخليو له اللي فيه بغلا نصفيو له حتى شيء ونشربوه ولا كل يوم اصباح. باهي سهل هذا ما فيه حتى شيء، ما نجموش نقولوا ما نجموش نعملوا سهل ما فيه حتى شيء. الحاجه الثالثه كي نقول بيتراف نقول عينيا نقول النظر نتاعي اي سورتو للعباد افونسي في العمر بعد كيما نقولوا 50 60 سنه يخافوا من الكاتاراكت راهو بريفونتيف للكاتاراكت وللريتينيت بيغمونتير اوسي. يعني للعباد اللي يعرف عزيز ولا حد عمل قبل عمليه على الكاتاراكت ما فيها بيس بريفونتيف خلينا ندخلوا البيتراف في
الروسيت نتاعنا العادات نتاعنا فوالا في ماكلتنا. كي نقول زاد كيف بيتراف نقول تدخلي للتواليت اموري مريقله تيوب ديجستيف نتاعي مريقل تلمون في وسطو لي فيبر الالياف انه يدخلك للتواليت ما يخليكش ما يخليش العباد اللي عندهم كونستيباسيون مشاكل كونستيباسيون دونك يسهل الطبيعه اي سورتو كي يبدا نايب باش نخليو لي فيبر نتاعو يشرب لنا الماء ويدخل الواحد للتواليت. كي نقول بيتراف نقول تونسيون الجمعه اللي فاتت اللي حكينا احنا سورتو سورتو على ضغط الدم هو البوتاسيوم اللي يعدل ضغط الدم ماهوش حكايه الملح بركه دونك البيتراف فيه برشا بوتاسيوم يخلط حتى 260 ملي غرام في 100 غرام دونك على ذلك نستعملوا البيتراف سوا في سلطتك تكون غابي ولا طايب ولا في لي روسيت اللي باش نحكيوا عليهم. كيف كيف نقول لانيمي فقر الدم سيرتو الصغيرات نتاعنا البيتراف نعملوا له ان جو البيتراف نطيبوا شويه للصغيرات على ديجستيون باش ما يقلقهمش دونك ونعملوا جو مع الكاروت مع السفناريا ويشربوا كيما نقولوا نهار بعد نهار. اول حاجه اللي عندهم انيمي كيف كيف نطيبوا زيده مي سيرتو احنا اي ميسالش طيبوا انا بيرسونيلمون من البيك طيب نحبوا ياسر ني ودايوغ جو تروف لو غو نتاعو ني غابي ابن برشا من انك تصمتوا ديجا ما يقلقنيش اذا كان الصغيرات تعمل جو طايب ولا للكبار زاد طايب ولا ناي خاطر الميم تاعو اللي باش يتحط في الفيتامين صحيتك باش يقعد فيه اكزاكتومون اي سورتو يعطي كولوراسيون مزيانه للوجه الاصفر يشهي دونك لا مش حكايتيش اباغ يشهي هو بيان سور احنا في تونس دايوغ ماهيش من عاداتنا اما لا ماجوريتي كيبدا عندهم ضيف جايهم يعملوا كالبيتراف يزينوا سلاطه خاطر ساتيغ لاتونسيون تحسها سلاطه مسخمه مزيانه برشا الوان برشا الوان اكزاكتومون دونك بالنسبه للصغيرات نتاعنا يتشرب الجو هذاك يعطي كولوراسيون حتى في الوجه على الخدود الصغير على ذكر يعطي الحموريه للوجه راهو فما برشا عباد يستعملوا زاده برشا البيتراف يقول لك راني البوله نتاعي راهي مستحمره نهار ولا البوله الكبيره زاده كيف كيف يفو با سانكيتي ما تخافوش راهو سي اكوز من اللون البيتمون البيتاني بالضبط بي هذوما الفوائد تبارك الله انا قلنا لي فيتامين في وسطهم دي زونتي اوكسيدون كي نقولوا انتي اوكسيدون نقول راديكو ليبر يعني نقول سا بريفنتيف للامراض القلب والشرايين العباد اللي عندهم مشاكل في القلب دونك راهو البيتراف لي اكسيلون خاطر في وسطو دي زونتي اوكسيدون الفيتامين سي زيد كيف كيف النشاط والحيويه الالياف للتواليت البوتاسيوم للتونسيون فوالا واليوم توك باش نحكيوا على لي روسيت اللي باش نحكيوا عليهم نبداو بالكافي de betterave de betterave نعش كيف اي موجودين تصاوت عادي دورهم لنا دونك نعطيكم الروسيت الكافيار دو بيتراف هذيا تدخل البيتراف ني لازم يكون ني في البلاندير يولي كيما يولي كل فلوتي يعني عجينه شويه نخلطوا معاه الثوم الزوز نرحيوهم معاهم الثوم ديجا هاكم في حكه بالار هما بالضبط هذاك هو الكافيار دو بيتراف دونك البيتراف الني ترحى مع الثوم ومعاه ورقه نعناع وورقه بازيليك يترحاو مع بعضهم بعد نحطوا فيهم شوية خل التفاح شوية زيت زيتونة شوية ملح اللي هو ملح دو هيمالايا باش خلنا نحكي وموا الحصص اللي فاتت فوالا نستعملوا القديم عرفتك اللي تلميذ مراجع دروسه ولا لا قريناه الجمعة اللي فاتت راجعتوه ما تنساوش ولا هيمالايا ولا ملح البحر زاد المغان كيف كيف ونحطوا فيه دونك شوية ملح وشوية فلفل أكحل وورقتين كلافز ومعاهم النعناع وشوية بازيليك ورقتين زاد كيف كيف ويترحاو فوالا تنجم تعمل بيهم لي تختين دونك تختين بالبان كومبلي نردوا بالبان كومبلي خبز ابيض ولا بالبيسكوت حتى الصغيرات يشتهوا ويحبوها صغيرات هذه سوب دو بيتراف نرجعوها تصويره سوب نتاع البيتراف هكريتوها فلوتي هي ماهيش جاريه برشا السوب دو بيتراف تاخذ كيما نقولوا 400 غرام بيتراف تغسلهم تقصهم تصمتهم ان بعديكا تصمتهم بعديكا هاي فوالا هذايا السوب دونك بالضبط تصمت البيتراف نتاعك من بعد ترحي في البلاندير والماء نتاعو هذاك باش تحط فيه فرماج بلون باش تحط معاه شويه الكلافس تحط معاه سنه ثوم ومعاهم بصله تقصها جيده على الاخر يهزوا غلوه صغيره من بعد تعاود ترمي البيتراف اللي انت رحيته ترمي ومعاه ورقه نعناع في الاخر بالكل ترميها لوغو نتاعها ياسر بني سيرتو خاطرها بالفرماج بلون كيما برشا انواع نتاع فرماج بلون اللي ما فيهمش برشا ماتيغ غراس بيان سور
موس دو بيتراف اللي معها التختين تتحط على لي تختين موس دو بيتراف اي اوتان هذيا هي بحق هي بنينه برشا مطعمها بنينه على الاخر دونك تاخو البيتراف كيف كيف تطيبوا شويه نص طيب ترحيه بركدي بيتراف وتاخو معاهم حكه تون تنحي لها الزيت نتاعها وتاخو معاها فرماج بلون كيف كيف فرماج بلون والا فرماج كاري ولا حاجه تخلط البيتراف مع الفرماج بالكدي وبعد تحط في وسطهم شويه كالعاده شويه فلفل الكحل تحط معاهم شويه ملح تحط معاهم معدنوس زاد كيف كيف تقصوا جيد ولا ترحي مع البيتراف في الاخر بكل تخلط معاهم التون وهذيا تقعد تشدك نهارين هذيا تجم تستعملهم في السلاد نتاعك معاهم لي تختين هكا للصغار للكبار دونك دايوغ انت نهارتها تجم تاكل هذيك تعمل دي تختين 3 4 تختين قمح يكونوا معها اون بيل سالاد ومعهم دي غرياد البلا نتاعك اللي كيليبري في وسط كل شيء وتشبع سيرتو انه يشبع على الاخر باهي الكرامبل دو بيتراف اللي هو في الطاجين ناخذوا الفرين تاع القمح بيان سور ولا الشوفان معها شويه زبده نلموها هذيك فيها شويه ملح ولا هذيا نلموها نعملوا البات نتاعنا ومن بعد الحشو نتاعي باش يكون عندي البيتراف نطيبه كالعاده شويه في الماء نحط معاه الفرماج شويه بارميجانو بارميزان شويه مش برشا وبيان سور ديما يولي كل بات راهم مش بخليه انا جاري يبدا كيما البات نحط معاه اصفر عظمه ومعاه البصل كيف كيف مرحي معاهم اصفر عظمه نلمهم ونحطهم ندخلهم في الفرن من 20 مينوت يبدا ديجا طيبت لابات نتاع الكرامبل وحده ومن بعد نعاود نخرج نحط ندخل زفله صغيره بالضبط ونزين الغوسيت الاخرانيه اللي هي الكريب معهم سموثي تو نحكي عليها الكريب دو بيتراف اللي هي الغوسيت نتاع الكريب نتاعنا العاديه سوف اني نزيد عليهم البيتراف ناخذ كعبه كل بيتراف هذيك نصمتو والماء نتاعو نستحفظ عليه مع الحليب نخلطو كيما نقولوا في عود نحط ايتر حليب نحط نص ايتر الماء هذاك ونص ايتر حليب والبيتراف هذاك نرحيه ونخلطو شو منظرها ياسر مزيان حتى الصغار نتاعنا دونك نجم الفخس نتاعي نحط فيها البيتراف اللي طيبتها هذيك نجم نعمل فخس كيف كيف هكا ترى فما يحطوا الفرماج بلون يحطوا البازيليك ويحطوا البيتراف تحط التون التون والبيتراف ولا تجم تحط فيه كل الموس دو بيتراف اللي عملناه تجم تحطها في الكريب في الاخر بكل سموثي سموثي للي سبورتيف ولا العباد اللي يحبوا يضعفوا زاد كيف كيف والعباد اللي عندهم الانيمي دونك ناخذ البيتراف نتاعي ني كالعاده نحط نرحيه في الماء نحط معاه فرامبواز ورقة نعناع وسموثي متاعي في البلندر حاضر ونشربه كل صباح خاطر يعطي دو لينيرجي وسي فوالا ميرسي بوكو يعطيك الصحه نسرين والله اكتشفنا برشا حاجات مع البيتراف دي روسيت من لي روسيت محليهم سامبل وسهلين هكا معناها نجم عبد يعملهم في صافي وشهي دونك منظرنا ناس كل باش نجربوا اي ناس كل